UNFM 91.2. عبد الفتاح مورو برعاية أصيل. أصيل طابعنا في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للسادة المستمعين، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قضية هامة جدا سأشير إليها في هذه الأمسية، وهي قضية تعاملنا مع روح الحياة التي هي الوقت. الوقت يا أبنائي هو في الحقيقة الرأس المال الأساسي اللي أعطاه ربي للبشر متساويين، واللي يتفاضلون فيما بينهم على أساس حسن التصرف فيه. الفرد الناجح هو الفرد الذي يحسن التصرف في الوقت، والأمة الناجحة هي الأمة التي تحسن التصرف في الوقت، بينما الضايع هو الإنسان اللي ما يحترمش الوقت، ما يعطيش قيمة للوقت، وما يعتبروش منا ومنحة من الله تعالى، ولذلك تضيع حياته تماما. وقت اللي راجعوا نلقاو أن الدين اللي احنا نعتز بالانتساب ليه هو الدين قائم على التوقيت. الصلاة وقت، الزكاة هي وقت، كيف كيف حوالين الحول، الصيام وقت، رؤية شهر وفجر غروب، الحج وقت، ميقات، كل العبادات متاعنا قائمة على تعويدنا على أن نحترم الوقت في البداية في النهاية، وعلى أن نربط أنفسنا بنظام. ولذلك المسلم هو إنسان مربوط بنظام، يقوم في وقته ويرقد في وقته ثم يحسن تنظيم وقته. إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، يعني نعطي وقت لعباداتنا، نعطي وقت راحتنا، نعطي وقت للمعرفة للطلب العلم. الإشكالية وأن الأمة اللي ننتسب لها الآن واللي من القيم تاعها احترام الوقت هي أمة تعيش على هامش الوقت. نحن أمة مواعيدها ضايعة، التزاماتها ضايعة، برامجها ضايعة، لأن أفرادنا لا يحترمون الوقت، ولأن نعيش في مجتمعات كين الناس تلوج كيفاش تقتل الوقت. اللي مش تعدى يشرب قهوة تستوجب منه 3 دقائق أو 5 دقائق يقعد في القهوة ساعتين، واللي يحب يزيد يترفه يقعد في القهوة صبحية كاملة ولا أمسية كاملة، عشوية كاملة، وحط قدامه شيشة وينفخ في الشيشة، يضيع بدنه، يضيع ماله، لكن يضيع بشكل أساسي رأس المال الذي لا يعوض وهو الوقت. إذا كان الوقت يضيع يا أبنائي، ما نجموش نبنيه مجتمع، ما نجموش نبنيه حضارة، ما نجموش نتقدمه. الفرق بين المتحضر والإنسان اللي يقولوا احنا متاع العالم الثالث هو أن المتحضر يحسب حياته بالدقيقة، ولذلك تراو الناس في أوروبا يهبط من القطار باش يلتحق ببوس ولا باش يلتحق بمترو ولا باش يلتحق بطائرة، بين الوصول والذهاب تلقى 3 دقائق 4 دقائق يحترمها كلها. احنا الآن يعطيك موعد ويجيك بعد ساعة وبعد ساعتين وما يعتذرش، تلتزم مع إنسان باش تبني بنية، باش يبني لك بيت في جنينة، قديش يلزم وقت؟ يلزم شهر، يلزمك 3 شهور وانت تنتظر فيه باش ينجز لك. تضيع الوقت يترتب عليه خسارة مال، تضيع برامج. ولذلك ما نجموش نقولوا احنا متدينين اذا كان ما نحترموش الوقت. واذا كان نحترموا الوقت في صلاتنا ونبداو بالدقيقة، العصر في 4:11 دقيقة، المغرب في 7:39 دقيقة، ونحسبوا بالدقيقة، كيفاش هذا ما ينعكسش على تصرفاتنا في حياتنا، على التزاماتنا في حياتنا؟ يبدو ان عباداتنا مقطوعة على وقعنا، ونتصور ان احترام الوقت في الصلاة ما يقتضيش احترام الوقت في المواعيد، وما يقتضيش احترام الوقت في تنظيمه في الأسرة، وفي تنظيمه في علاقاتك مع الناس وفي التزاماتك. ولذلك رأيي أبنائي أن الذي يلتزم رمضان ويصوم رمضان من باب أولى وأحرى أن يلتزم احترام الوقت، والاعتراف بأن الوقت هو رأس مال ينبغي أن لا تضيعه الأمة. وأنا نأكد أن نهارة اللي نوليه محترمين للوقت ونحسن تصرف الوقت سنصبح أمة متقدمة لا محالة، لأن التقدم ما هو شيء كثرة صناعات ولا كثرة حديد يخرج من الأرض. فما بلدان واحدة كما إيطاليا هاي بحذانا، بلاد هذه ما تنتجش حتى مادة أولية باش تصنعها، هي الآن
واحدة من 8 دول الكبار المصنعة في العالم، لأن كاتبة على نفسها أن يحترم الوقت فيها. وهكذا كل أمة متحضرة تحب تتقدم هي الأمة التي تحترم الوقت. وربي قال لنا في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإذا كانت الصلاة كتابا موقوتا فكل الحياة كتاب موقوت. تحيتي لكم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يهديك بنورو مع الشيخ عبد الفتاح مورو، برعاية أصيل. أصيل، طابعنا في التفاصيل.